بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور علاء الدوير. ان شاء الله هنكمل مع بعض باب الوصف الزراعي. هنتكلم النهارده على حاجتين. المحاضره النهارده بقى اتكلم عن حاجتين، عن ايه هو مقنن الصرف الحقلي اللي هو الفيلد، زي مننا كده اللي هو الفيلد ترينج ديوتي، او اختصاره اللي هو الحرف الاولاني من كل كلمه، فاختاروا اف دي دي. فهنتكلم يعني ايه اصلا صرف حقلي، طب نعرف نحسبه الحاجه الثانيه، طب نحسبه ازاي، طب هنستخدمه في ايه. الشق الثاني من المحاضرة هنتكلم على الصرف المغطى. هتكلم على ثلاث حاجات اللي هم ايه مكونات شبكة صرف المغطى، طب ازاي نعرف نعمل تخطيط لشبكة صرف مغطى. الحاجة الثالثة، طب ازاي نعرف نصمم الشبكة من ايجاد مسافات بينية بين المواسير وبعضها او ايجاد اقطار. فنتكلم عن الشق الاولاني، نتكلم على موضوع اللي هو الايه اللي هو مقنن الصرف الحقلي والفيلد ترينج ديوتي. فكنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت مصادر المياه، مصادر مياه الصرف الزراعي، قلنا عبارة عن عندنا مصدرين، في عندنا مصادر سطحية اللي هو السيرفيس ريسورسز، ومصادر تحت سطحية أو مصادر باطنية اللي هو السب سيرفيس. فنفكرك الأول قبل ما نتكلم عن الفيلد نفكرك بالحاجتين دول اللي احنا قلناهم في المحاضرة اللي فاتت يعني. فالمصادر السطحية اللي أنا عايز أصرف المياه الزايدة فيها، المصدر الاولاني اللي هو مياه الري، فطبعا النبات بياخد جزء من مياه الري ويفضل جزء عايز اصرفه وفائض عايز اصرفه. الحاجه الثانيه اللي هي السيول او الامطار يعني، برضه نفس الكلام، في جزء عايز اتخلص منه، فيبقى ده المصدر. والاثنين دول تبع مصادر سطحيه. في عندي مصادر ثانيه اسمها مصادر تحت سطحيه اللي هو سب سيرفيس، ودي زي ما قلنا المره زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، دي نتيجة لأن في عندي طبقة صماء قريبة فبتمنع الحركة الرئيسية للمية فتؤدي إلى ارتفاع المياه، أو احتمال تاني يبقى في مية تحت السب بريشر يعني. يبقى احنا عرفنا مصادر المية اللي احنا عايزين نصرفوها ايه، يبقى أصبح إن مقنن الصرف بتاعنا جاي من المصادر دي. يبقى مقنن الصرف بتاعنا اللي المية اللي أنا عايز أصرفها يعني، يا اما تبقى جايه من مصادر سطحيه يا اما تبقى جايه من مصادر تحت سطحيه، زي ما هنشوف بالتفصيل بعد كده. تعال بقى نعرف مقنن الصرف الحقلي. يعني ايه مقنن صرف حقلي؟ ببساطه كده ليه عنده تعريفين، وكل تعريف له وحده، او الوحده بتستبدل من التعريف يعني. اول تعريف عندنا ان مقنن الصرف الحقلي ده هو حجم الميه الزائده والمطلوب صرفها للفدان. يبقى من التعريف ده ينفع نطلع الوحده حجم الميه يبقى متر مكعب للفدان في اليوم، يبقى متر مكعب للفدان في اليوم. او ممكن تعريف تاني هو عمق الميه المراد صرفه في اليوم، فيبقى في الحاله دي الوحده بتاعته مليمتر في اليوم. في علاقه طبعا بين الاثنين يعني، انا حبيت احسب الواحد مليمتر يساوي كام متر مكعب للفدان في اليوم. ببساطه يعني الواحد مليمتر انا عايز نخليه متر مكعب، يبقى هنضرب في مساحه، المساحة اللي هي الفدان يعني 4200 متر مربع، بس الرقم ده بالملي عايز احوله بالمتر، يبقى انا هنضرب فوق في 4200 ونقسم على 1000. يعني معنى الكلام ان الواحد ملي متر في اليوم بيساوي 4.2 متر مكعب للفدان في اليوم. يبقى الواحد دي قسمته على 1000 عشان اخليه بالمتر، وضربته في 4200 عشان يبقى ليه الفدان. يبقى احنا عرفنا المقنن للصرف الحقيقي هو الميه اللي عايز اصرف، ميه الزياده يعني اللي انا عايز اصرفها. اللي احنا عرفنا من شويه ان الميه الزياده دي يا اما تكون ميه جايه من مياه سطحيه او مياه تحت سطحيه، زي ما هنشوف بالتفصيل بعد شويه. التعريف الثاني المهم برضه اللي هو اقل عمق لازم للصرف. يعني ايه ما المقصود باقل عمق لازم للصرف؟ زي ما موجود قدام منا كده، هو اقل عمق للمياه الجوفيه من سطح الارض بحيث يتم تهويه جذور النبات. بمعنى انت عايز تبقى الميه الجوفيه على بعد كام بحيث تبقى جذور النبات يحصل لها تهويه، ما يحصلهاش تعفن يعني. يبقى اقل عمق للمياه الجوفيه من سطح الارض بحيث يتم تهويه جذور النبات، ده اسمه اقل عمق للصرف، وده هنحتاجوه بعدين بعد شويه واحنا بنجيب المسافه بين الحقليات في شبكه الصرف المغطى. يبقى انا عرفت تعريف مقنن الصرف هو ميه زي ده عايز اصرفها يعني. طب لو انا عايز احسبها بقى احسبها ازاي؟ احسبها طالما احنا عرفنا المصادر اللي تجيب الميه، خلاص يبقى نعرف نحسب الكلام ده. تعال نشوف الكلام ده بالتفصيل. ده سكتش
يوضح لنا ان عندك ان المقنن الصرف الحقل قلنا عباره عن مجموع حاجتين. مقنن الصرف الحقل ده اللي هو عباره عن مجموع حاجتين، يا اما يكون عندنا اللي هو السيرفيس درينج ديوتي اللي هو مقنن الصرف السطحي، او مقنن الصرف اللي هو الباطني. مقنن الصرف السطحي او مقنن الصرف الباطني. مقنن الصرف السطحي عرفنا ان هو بيجي من حاجتين، يا اما مياه ري او مياه امطار. يعني معنى الكلام ان مقنن الصرف الحقلي عباره عن مجموعه الثلاث حاجات دول اللي هم بتاع الريليشن درينج ديوتي او الرينفول درينج ديوتي او السب سيرفيس درينج ديوتي، زي ما وضح قدامنا في المعادله دي. والمعادله تاني يبقى مقنن الصرف الحقلي ولا الاف دي دي، بناخد الحرف الاولاني من كل كلمه يعني. يبقى الاف دي دي بتساوي اللي هو السيرفيس درينج ديوتي اللي هو الاس دي دي بلس السب سيرفيس، والسيرفيس دي بتساوي حاجتين اللي هم الرينفول واللي هو الاريجيشن والرينفول بلس الايه السب سيرفيس. يبقى اصبح ان الفيلد درينج ديوتي اللي انا عايز احسبه يبقى عباره عن مجموعه ثلاث ايتمز دول، الوحده بتاعته احنا هنتعامل بيها مليمتر ايه بير دي. طبعا لو انا عرفت احسب مقنن الحقل ده زي ما هنشوف بعدين، مقنن الحقل فبنشوف المصرف ده بيخدم مساحه قد ايه، اشوف المصرف بيخدم مساحه قد ايه، يبقى نعرف التصرف. يعني انا عرفت كميه الميه اللي جايه في اليوم، طب مليمتر، طب هو بيخدم مساحه قد ايه؟ اجيب الكيو ادخل في معادله مانينج اصمم المصارف. دي اللي احنا هنشوفها بعد شويه، اللي هو انا هنستخدم مقنن الصرف ده في ايه يعني؟ في تصميم المصارف المكشوفه. على سبيل المثال يعني. طب تعالى بقى نشوف كل واحده من كل معادله من دي بتتحسب ازاي بقى؟ يعني ازاي نعرف نحسب مقنن الصرف المياه الري ازاي؟ ازاي طبعا نعرف نحسب طبعا مقنن الصرف المياه الري الزائده ده على اساس ان هي لو ري بالغمر، انما لو ري بالرش وري بالتبطين الرقم ده صفر. انه الايريجيشن ده صفر. الجزء ده خاص بمياه الامطار، طب لو انا حبيت احسب مقنن الصرف في منطقه ما فيهاش مطر يبقى الترم ده بصفر. طب امتى الترم ده بصفر؟ لو ما فيش تذبذب في الميه زي ما هنشوف بعد كده، بمعنى ان الطبقه الصماء بعيده قوي فما بيحصلش تذبذب في الميه، الميه ما بتتجمعش، الميه كلها بتنزل لتحت، فخلاص يبقى الترم ده صفر. هنتكلم بقى على تفصيل ازاي نعرف نحسب الاريجيشن درينج ديوتي اللي هو الاي دي دي اللي هو مقنن صرف مياه الري الزائده. فزي الرسم قدام مننا كده، عندنا عمق الميه الكلي اللي انا عايزه اسمه دي جي اللي هو الجروس ده. النبات بيستهلك جزء منه فيفضل جزء فائض اللي هو نسبه منه، فالسي اي ده اللي بنسموه معدل الفائض. يبقى اصبح السي اي في الدي جي ده اللي هو العمق الفائض. عمق يبقى ده اسمه العمق الكلي وده اسمه العمق الفائض. ده اللي انا عايز اصرفه. هتكلم على مقنن صرف مياه الري. فلو حبيت نحسب بقى اللي هو الاريجيشن ديوتي زي المعادله اللي مننا اللي هو السي اي في الدي جي دول كده على بعض، دي عمق الميه الفائض. عمق الميه الفائض ده حته ملي. ده عمق الميه الفائض، ده عمق الميه الفائض من ايه؟ من مياه الامطار. طب انا هنروي في مده قد ايه؟ فلو انا ضربت السي اي في دي جي قسمت على التايم اللي هو زمن الري بالساعه كده، الوحده هتطلع بالمتر بير اور. انا عايزها في اليوم يبقى اضرب في 24 تاني كده. يبقى دي جي على كل ايتمز ده، دي جي ده اللي هو عمق الري الكلي المطلوب في الري الواحده، ودي بتحسبوه في اللي هو الباب الخاص بالاحتياجات الميه. فالدي جي ده بالملي، السي اي ده معدل الفائض لمياه الري، التايم ده اللي هو زمن الري الساعة. يبقى انا بضرب السي اي اللي هو ده معدل، بمعنى ان مثلا مياه الري مثلا الفائض بتاعها منه 30%، يبقى السي اي 30%. عمق الري مثلا بفارض قد كده ملي، يبقى دي جي معلوم. انا هنروي في قد كده ساعة، يبقى ده التايم معلوم بالساعة. بس انا مش عايز الريليشن ده يطلع بالمليمتر بير اور، انا عايزه بير دي، يبقى ده في 24. يبقى ده مقنن صرف مياه الري الزائد. لو انا فهمت دي برضه نفس الكلام، مقنن صرف مياه الري بنفس الفكره، مياه الامطار بنفس الفكره. عمق المطر الكلي كام؟ طب اللي فاضل كام؟
طب مدة المطر قد ايه؟ بس انا عايز في اليوم اضرب في 24 زي ما واضح قدام لنا في اللي بعد بينا، اللي هو مقنن صرف مياه الامطار اللي هو الرينفول درين ديوتي اللي هو الار دي بي. طبعا انا باخد الحرف الاولاني من كل كلمه اللي هو الار دي بي، ده لو حبيت احسبه. فعمق المطر الكلي اللي هو اسمه اللي هو بي، اللي فاضل منه او اللي فائض منه اللي هو السي ار في البي، والباقي بقى بيحصل له تبخر، بيحصل له النبات بيستخدمه ايا كان، فاللي فاضل منه هو السي ار في البي، ده اللي انا عايز اصرفه. فاصبح ان الار دي بي بتساوي السي ار. اللي فات كان اسمه سي اي، لان انا بتكلم اللي فات كان عن الريجيشن، فيبقى سي اي يبقى سي تحت الريجيشن. ده اسمه، ده خاص بالرينفول، يبقى ده اسمه سي ار بتاعت الرينفول. ينضرب في البريسيبيتيشن، يبقى ده كده اللي هو عمق المطر اللي هو الفائض، اللي هو نسبة من عمق المطر الكلي. يبقى السي ار انضرب في البي، لو قسمت على مدة سقوط الأمطار بالأور كده أنا عايز تطلع بالمليمتر بالأور، أنا عايزها في الساعة يبقى اضرب في 24. فالبي ده عمق المطر، البي ده عمق المطر الكلي، السي ار ده معدل الفائض بالمطر اللي هو التايم اللي هو معدل زمن سقوط الأمطار بالساعة. خد بالك من التحويل الوحدات يعني. بس انا عايز بير داي بضرب في 24. طيب انا عايز احسب المقنن للصرف الثالث بقى والاخير اللي هو مقنن صرف المياه البطنيه. ده سطح الارض، وده هنا ده اللي هي الطبقه الصماء. قبل ما نروي مباشره بيبقى منسوب المياه هنا منخفض، بعد ما نروي مباشره عمق المياه هيزيد، منسوب المياه هيزيد، منسوب المياه هيزيد. يعني تاني كده، يبقى انا قبل ما نروي مباشره كان سطح الميه هنا، بعد ما نروي مباشره سطح الميه هيزيد هيرتفع، يتني ينخفض تاني، ينخفض لغايه ما يوصل لاوطى منسوب ليه قبل الري اللي بعد منه مباشره. فاصبح ان الاتش دبليو ده مقدار التذبذب في منسوب الميه. تاني كده، يبقى هنا قبل الري مباشرة بيبقى هنا، بعد ما نروي بيرتفع منسوب المية، يرجع تاني منسوب مية ينخفض، ينخفض لغاية ما يوصل لأوطى منسوب ليه قبل الري اللي بعدها. يبقى الاتش دبليو ده اسمها مقدار التذبذب في المنسوب المية. لو أنا حابب بقى أحسب بقى مقنن الصرف اللي هو الباطني، فالمعادلة بتاعتنا اللي هو الاس بي بي اللي هو الصب سيرف درينج ديوتي بتساوي الاتش دبليو اللي مقدار التذبذب ينضرب في الان ماينس ثيتا اف سي على الدبل اي دي للفترة بين الريات. فالفترة بين الريات دي هنعوض عليها بردي ده اللي هو الوحدة عندنا بردي، والاتش دبليو مقدار التذبذب ده بالملي، ودول نسب. طب دول معناهم ايه؟ الان دي معناها اللي هي دي اللي هي الاتش دبليو دول مقدار التذبذب، الان دي اللي هي المسمية، يعني التربة طبعا. طبعا المسمية دي بتبقى متوقفة عن عدد التربة، نسبة المسامية مثلا في الرمل أعلى من الطينة وهكذا يعني. طيب الثيتا اف سي بقى اللي هي ايه؟ الثيتا اف سي دي اللي هي السعة الحقلية الحجمية للتربة، وطبعا دي واضحة في الباب بتاع الاحتياجات المائية. بمعنى ايه برضه؟ ببساطة كده أنت عندنا إن حبيبات التربة بتحتفظ بنسبة مية محاطة بيها، دي صعب التخلص منها. وفي مية تانية بين الحبيبات وبعضها سهل صرفها. فاصبح ان كميه الميه اللي بتحتفظ بها التربه اسمها سيتا اف سي. المسميه لما نطرح منها سيتا اف سي يبقى دي يعني الترم ده كله على بعضه، الترم ده كله على بعضه اللي هو الان ماينس سيتا اف سي، ده يمثل نسبه الميه اللي نقدر نتخلص منها، يمثل نسبه الميه اللي نقدر نصرفها قد ايه. يبقى ده مقنن الصرف الباقي. الاي دي اللي هو دبل اي دي اللي هو الفتره بين الريات، ودي بنعوض عنها بردي. يبقى انا كده اتكلمت على مقنن الصرف الحقلي زي ما قلنا من شويه، ودي عباره عن مجموع ثلاث حاجات اللي هو مقنن الصرف بتاع مياه الامطار والري والباطن. جمعت دول مع بعض حسبت اللي هو ديوتي اللي هو الاف دي دي اللي هو الفيلد درينج ديوتي. ده بقى لو انا حبيت انا عايز اصمم مصرف مكشوف، يبقى انا عرفت ايه معنى الصرف الحقلي وعرفت ازاي نعرف نحسبه. طب بنستخدمه في ايه؟ في تصميم المصارف المكشوفه. طيب استخدمه ازاي؟ لو انا عندي مصرف مكشوف زي كده،
المصرف ده بيخدم مساحة قد ايه؟ اسمها اريا سيرفد. طيب المصرف ده المساحة اللي هو بيخدمها مقنن الصرف فيها قد ايه؟ اسمه اف دي دي. ده بقى مجموعة ثلاث حاجات. مجموعة ثلاث حاجات دول ممكن تبقى حاجة فيهم بصفر أو حاجتين بصفر حسب. يعني حتة أرض ما فيهاش مطر خلاص يبقى أصبح إن الأرض دي صفر. حتة أرض مثلا بتروي بالري اللي هو الرش أو التبطين يبقى أصبح الإريجيشن رين ديوتي دي صفر وهكذا يعني. فأصبح إن التصرف بيساوي الإف دي دي نضرب في الأريا سيرف نضرب في الإي إف. إيه بقى الإي إف ده؟ حاجة اسمها معامل مساحة. معامل مساحة اللي بيخدمها المصرف دي اللي بيخدمها المصرف. طب دي بتساوي إيه؟ معامل مساحة لو كان مصرف ده اللي انا هسميه مصرف حقلي بيساوي واحد يبقى الاي في دي بيساوي واحد. لو كان مصرف فرعي يبقى الاي في دي بتساوي 7/10. لو كان مصرف رئيسي يبقى الاي في ده بتساوي نص. طب ليه؟ ليه كل ما درجة المصرف تزيد المعامل بيقل؟ ببساطة كده لأن كل ما درجة المصرف بتزيد المساحة اللي بيخدمها بتزيد. صح كده؟ المساحة اللي بيخدمها بتزيد. بس المساحه اللي بيخدمها بتزيد ممكن ما ترويش في نفس الوقت وبالتالي مش هتصرف كلها في نفس الوقت فاصبح ان معامل المساحه يقل. يبقى معامل المساحه يقل لان المساحه اللي بيخدمها المصرف بتزيد بايه؟ كل ما درجته تزيد. لان المصرف الرئيسي بيخدم مساحه اكتر من المصرف الفرعي والفرع بيخدم مساحه اكتر من المصرف الحقل. فالمساحه بتزيد بس ان ممكن تروي في نفس الوقت او تصرف في نفس الوقت بتقل فعشان كده المعامل بيقل. طب انا حسبت التصرف خلاص هنعوض معادله 8 اللي زي قدام مننا كيو بيساوي 1 على ان في الاي اس 5 على 3 على بي 60 في الاس اس نص او جذر اس يعني. الواحد على ان دي ممكن انا افرضها في لو انا هصمم مصارف مثلا ممكن انا اخدها مثلا بفرض ب 30 مثلا. طيب والاس ده بتبقى حسب المصرف بتاع تصمم مصرف ايه فنخش في جداول اللي طالع الاس. فاصبح المعادله دي فيها مجهولين طبعا الزد دي بتبقى حسب التربه. فعندي مجهولين عندي اللي هو البي وعندي الواي. فالبي الواي دي هنفرض نسبه بي على واي والواحد ايه عرفنا ممكن ياخد 30 والاس ده حسب درجه المصرف. خلاص يبقى اصبح البي والواي معادلتين نحلهم مع بعض البي واي اطلع البي واطلع الواي. ببساطه يعني ممكن افرض البي على مثلا باثنين مثلا او ادخل في الجداول اطلع الاس والواحد هيقول مثلا خدته 30 خلاص يبقى طالع البي واي. يبقى احنا اتكلمنا حتى الان في الشق الاول في المحاضره والثانيه بسرعه اتكلمنا على مقنن الصرف الحقلي يعني ايه معناه. قلنا ده حجم الميه المراد صرفها للفدان في اليوم او عمق الميه المراد صرفها في اليوم. عرفنا ازاي نعرف نحسب الصرف الحقلي فعشان اللي هو مقنن الصرف الحقلي فعشان اعرف احسبه الاول نعرف ايه مصادر الميه فعرفنا فيه ميه سطحيه وميه تحت سطحيه. فاصبح ان مقنن الصرف الحقلي ده عشان احسبه مقنن الصرف الحقلي ده عشان احسبه ده عباره عن الاي دي دي يبقى الاف دي دي ده مقنن الصرف الحقلي بتساوي الاي دي دي بلس الار دي دي بلس الايه السب سيرفس ديرين ديوتي كل ترم ببساطه يعني بتاع الري مثلا عمق الميه قد ايه الكلي. طب انا اللي فاضل قد ايه؟ طب زمن الري قد ايه؟ في 24. يبقى اصبح ان السي اي ينضرب في الدي جروس يتقسم على التايم بتاع زمن الري ينضرب في 24. تاني نفس الكلام بتاع المطر نفس الكلام بس بدل ما هو كان اسمه سي بتاع الاريجيشن اسمه سي ار بتاع الريفول. المعادله بتاع الحساب مقنن الصرف الباطني ده خاصه بالتذبذب بتاع الميه. مقدار التذبذب قد ايه؟ حسبت الثلاثه ايتم الثلاثه دول مع بعض خلاص يبقى انا عرفت احسب مقنن الصرف الحقلي. وعند معادلة مانينج نعرف نصمم المصرف ليه؟ نصمم المصرف المكشوف. هتكلم بقى بعد كده دلوقتي على شبكة الصرف المغطى ودي كنا تعرضنا لها في المحاضرة اللي فاتت وعرفنا في حاجة اسمها حقليات لو انتوا فاكرين يعني ودي قلنا عبارة عن مواسير، المواسير دي مثقبة عشان تجمع المية وممكن المواسير دي تبقى لونها أصفر كده أو لونها أسمر. قلنا المواسير دي اللفة الواحدة بتبقى 100 متر. اللفة الواحدة 100 متر. بس انا احط كام لفه حسب بقى. ممكن احط لفتين مثلا ممكن احط لفتين ونص زي ما هنشوف بعد كده يعني.
فالحقل اللي بنشوفه بعد كده ممكن طوله يوصل ل 250 متر ولا حاجه مع كده. آه، ودي دي اللي غرفه التفتيش، دي اسمها دي غرفه التفتيش يعني. فايه مكونات، ايه هي مكونات شبكه الصرف المغطى؟ خمس حاجات اللي هم الحقليات. الحقليات ودي عباره عن مواسير مسكره، دي بيبقى لونها اصفر يا اما اسمر، بتبقى قطرها في الغالب 7 سم ونص، يعني قطرها في الغالب بيبقى 7 سم ونص. الحاجه الثانيه او المكون الثاني في شبكه الصرف المغطى اللي هو المجمعات السنويه، دي برضو مواسير بس تبقى غير مسكره يعني، وتبقى قطرها اكبر، اكبر من الحقليات. قطرها بتبقى مثلا القطره دي بتبقى من 20 ل 30 سم ولا حاجه، تبقى هنشوف بعد كده في جدول يعني. الحاجه الثالثه اللي هي المجمعات الرئيسيه، مواسير اكبر، مواسير اكبر بس الميلها بيقل يعني. يعني الحقليات مواسيرها قطرها تقريبا 7 سم ونص، بس زي ما نشوف بعد كده الميل بتاعها مثلا من 10 الى 20 سم كل 100 متر، كل لفه يعني. المجمعات السنوية دي القطر بتاعها بيبقى أكبر من الحقليات بس الميل بتاعها بيقل، عشان نحافظ على السرعة ثابتة في الشبكة. المجمعات اللي هي الرئيسية، المجمعات الرئيسية القطر بتاعها بيزيد، ممكن يوصل لغاية 60 سم ولا حاجة زي ما هنشوف بعد كده، بس ممكن يوصل لغاية 60 سم بس الميل بتاعها من 3 إلى 5 سم كل 100 متر زي ما هنشوف بعدين يعني. المكون الرابع اللي هو عميد غسيل، ودي بيتم وضعها في بدايه كل حقل. ليه؟ عشان لو ماسوره الحقل دي حصل لها سده ولا حاجه اعرف اسلكها. الحاجه الخامسه اللي هي غرفه التفتيش، شبه دي كده مرتبه بماسوره. غرفه التفتيش دي بنحط على المجمعات بس، غرفه التفتيش بنحط على المجمعات بس زي ما هنشوف بعدين، ده بتنحط في بدايه ونهايه كل مجمع. بتنحط على المجمعات من مسافة راح 150 ل 250 متر لو حصل تغير في القطر أو حصل تغير في الاتجاه. وبصفة عامة لما نحطها على المجمع السنوي ما ينفعش نحطها غير عندي لما بتقابل الحقلي. لو خدنا بقى مقارنة بين الحقليات والمجمعات السنوية والرئيسية، نوع الماسورة في الحقليات ماسورة مسكرة، إنما في عشان تجمع المية بيبقى تقريبا قطرها 7 سم ونص، بيبقى ميلها اعلى ميل من 10 الى 20 سم كل 100 متر، من 10 كل 100 متر. طبعا لو انا عايز اخلي الرقم ده دايمنشن ليس اقدر في 10 سالب 4، يعني من 10 الى 20 سم لكل 100 متر معناها ان 10 في 10 سالب 4 الى 20 في 10 سالب 4، لو عايز دايمنشن ليس يعني، لان 100 متر في المقام تحت عايز احولها لسم اضرب في 100 يبقى اصبح المقام تحت 10 اس 4 يطلع فوق في 10 سالب 4. الطول بتاعها بتروح من 100 الى 250 متر، من 100 ل 250 متر. المسافه البينيه للحقليات دي بتيجي من جداول، بتيجي من منحنيات زي ما هنشوف بعد شويه يعني، ممكن توصل مسافه بينيه لغايه 100 متر بس في غالب 30 25 50 بالكثير كده يعني، او حسب ما تطلع يعني. المجمع السنوي بتبقى المواسير بتاعته غير مسكره، بيبقى القطر من 20 ل 30، بيبقى الميل بتاعه من 5 الى 10 سم كل 100 متر، الطول بتاعه ممكن يصل لكيلو ونص في 500 متر. المسافة البينية بتبقى طول حقلي أو ضعف طول حقلي زي ما هنشوفها بعد كده، زي ما هنشوف بعد كده الحتة دي يعني. بالنسبة للمجمع الرئيسي بمواسير برضه غير مسكرة، القطر يوصل لغاية 60 سم، الميل بيقل يعني، بص هنا الميل بيقل عشان نحافظ على السرعة ثابتة، الميل بيقل. هنا ممكن يوصل الطول لغاية 2 كيلو، حوالي 2000 متر يعني. طبعا انت بصفة عامة التصرف في المجمع بتبقى أعلى من الحقل، التصرف في المجمع الرئيسي أعلى من الثانوي، يعني المجمع الثانوي تصرفه أعلى أكبر لو بيجمع، لأن ده بيجمع من كذا من كذا حقل، والرئيسي ممكن يجمع من كذا حقل، فالتصرفات بتزيد بس الملي ايه اللي عشان نحافظ على السرعه ثابته يعني. فالمسافه البينيه قلنا لغايه هنا 100 متر، هنا ممكن توصل لطول حقلي او ضعف طوله، ده طول ثانوي او ضعف طول ثانوي. عمق البدايه في الغالب في الحقليات حوالي متر و20. المجمع الثانوي زي ما هنشوف الرسمه بعد كده في الاخر، بيبقى الراسم العلوي للماسوره بتاعت الثانوي اوطى
من الراسم السفلي للحقل ب 10 سنتي. طب بالنسبه لهنا الراسم السفلي للرئيسي بيبقى اوطى من الرسم العلوي للرئيسي بيبقى اوطى من الراسم السفلي للمجمع السنوي بحوالي 10 سنتي. طب ده بالنسبه للمواسير الحقليات والخصائص بتاعتها الحقليات والمجمع السنوي والرئيسي. كنا قلنا ان مكونات الشبك في حاجتين كمان اللي هو عمليه غسيل وغرف التفتيش. فعمليه الغسيل ده بيتم وضعها في بدايه كل حقل عشان موضوع الصيانه. الحاجه الثانيه غرف التفتيش ده بتبقى عباره عن ماسوره راسيه في حدود 1 متر تقريبا يعني، وبيتم وضعها في بدايه ونهايه كل مجمع. يعني غرف التفتيش مش بنحط على الحقليات، بتنحط على المجمعات. فهي بتنحط عند بدايه ونهايه كل مجمع عند التقاء المجمع الرئيسي والثانوي، اي ما هي نهايه مجمع يعني. عند تغير القطر او تغير الاتجاه على مسافات تتراوح من 150 الى 250 متر. لا توضع المجمع الثانوي الا عند التقاء بالحقل. طب لو بصينا بقى على حته ارض، يبقى احنا الاول اتكلمنا على مكونات الشبكه، عرفنا الشبكه بتكون من 5 حاجات. طب ازاي نعرف نخطط شبكه صرف مغطى؟ يعني ازاي نعرف انا احط حقلي فين؟ حقل ده ازاي نعرف انا احط انا المجمع الثانوي المجمع الرئيسي؟ طبعا في اخر الشبكه بترمي اخر الشبكه دي اما في مصرف مكشوف يا اما في بحيره ولا حاجه. فعلى سبيل المثال يعني عندنا حته ارض ادي عرضها هنا حوالي 1000 متر وطولها هنا حوالي 1300 متر. قبل ما تخطط الاول بص على طبيعه الارض، هتلاقي الارض هنا متموجه. يعني هنا من سودة 9 ينزل 8.5 يطلع تاني 9 8.5 9 8.5. فطبعا المسافه دي 100 متر ودول 5 ده 1 2 3 4 5 5 سبيسنج، يعني تقريبا المسافه دي حوالي 200 متر من كل خط كنترول اللي بعده يعني. فانا عايز اخطط الشبكه. اول حاجه نبدا بيها هو وضع اماكن الحقليات. اماكن الحقليات بيتم وضعها عمودية على خطوط الكنتور من العالي للواطي. تاني كده يبقى بيتم وضع الحقليات، يتم وضع الحقليات عمودية على خطوط الكنتور من العالي للواطي. فالمسدود ده مسدود كام؟ مسدود 9 ومسدود كده 8.5، يبقى الحقل يمشي من هنا لهنا. طب ده 9 وده 8.5، يبقى الحقل هنا. طب تعالى نشوفها كده. المسدود ده 9 وده 8.5، معناه ان الحقل هيبقى كده. ده المسدود الحقل. طبعا انا برسمها المفروض ارسمها دوتد عشان الماسوره مثقبه يعني. ده المسدود ده 9 وده 8.5، يبقى في عندي الحقل هيبقى مش كده. طبعا الطول ده حوالي 200 متر يعني. تاني كده يبقى ده حقلي وده حقلي. المسدود ده كده 9 وده 8.5، ده عالي وده واطي اهو. المسدود ده 9 وده 8.5، يبقى ده كده عالي وده كده واطي. ده 9 وده 8.5، يبقى ده عالي وده واطي. طبعا اللي فوق شبه اللي تحت، يبقى ده برضو نفس الكلام. يبقى اللي رسمته ده رسمت الحقليات، وقلنا زي ما قلت من شويه المفروض تبقى دي دوتد يعني. طيب الحقليات دي هترمي فين؟ هترمي في مجمع ثانوي. طب ده يبقى هنا ده حقلي وده حقلي، يبقى المفروض يبقى هنا مجمع ثانوي. نغير لك اللون شويه. يبقى المفروض كده مجمع ثانوي. طب المجمع الثانوي ده يوصل لغايه الاخر ولا لغايه نص الارض بس؟ يبقى في مجمع ثانوي كده مجمع ثانوي كده، الاثنين صح. لو وصل لغايه نهايه الارض ينفع، لان الطول ده 1300 متر. هو ممكن يوصل لغايه 1500 متر، يعني ده ممكن يوصل لغايه الاخر هنا كده. واحد تاني عملهم اثنين صح مش غلط؟ يبقى كده ده مجمع ثانوي وده مجمع ثانوي، وهيبقى فيه رئيس هنا في النص. يبقى هنا ده الحقليات بترمي كده والحقليات بترمي كده، يبقى انا عايز من هنا نفس الكلام اهو. يبقى هيبقوا دول كده اثنين اهو. وانا ممكن يبقى واحد بس لان الطول اقل من 1500 متر. هنا في الاخر ده هنا ده العالي وده هنا ده الواطي، يبقى انا عندي هنا برضو نفس الكلام اهو. يبقى ده بالنسبه لايه؟ للمجمعات الثانويه.
عايز احط انا مجمعات رئيسية، يبقى هيبقى في هنا مجمع رئيسي، يبقى اصبح ده مجمع ثانوي، ده مجمع ثانوي، هنا يبقى مجمع رئيسي، مجمع ثانوي، مجمع ثانوي، هنا مجمع رئيسي. صعب الكلام؟ اقول تاني كده. يبقى الاول شفت انا ابعاد الارض كام، طلعت 1000 متر في 1000 و 300 متر. شفت فين العالي وفين الواطي. الاول بنبدا بوضع الحقليات، الحقليات دي بيتم وضعها، الحقليات دي بيتم وضعها من العالي للواطي مع كده عموديه على خط الكونتور. المجمعات دي ترمي في الحقليات دي ترمي في مجمعات ثانويه، والثانويه يرمي في مجمعات رئيسيه. تمام كده؟ بس ولا لما نيجي نرسم بقى فعليا الكلام ده لابد يبقى دوتت. تمام. هنحط بقى، لو هنحط بقى الحاجات اللي احنا قلنا من شويه ان في بدايه كل حقل نحط ايه بقى؟ عمود غسيل، دايره كده. في بدايه كل حقل اعمل عمود غسيل، في بدايه كل حقل في عمود غسيل. الطول ده كده 1300 متر، طبعا فوق شبه تحت يعني، يبقى نصها 650. احنا قلنا المسافه من غرف التفتيش، غرف التفتيش في هنا، ده يعتبر ده مجمع ثانوي وده مجمع رئيسي، يبقى هنا في غرفه تفتيش اللي هي بدايه ونهايه المجمعات. في هنا غرفه تفتيش، ده في بدايه ونهايه المجمعات. طب ده حطيت هنا ليه؟ بداية، ده مجمع بدايته ونهايته، ده مجمع ده بدايته وده نهايته، بدايته ونهايته، ده مجمع بدايته ونهايته. وبعدين المسافة دي كده 650 متر، لو أنا حطيت واحد في النص بس يبقى كلها قيمة 325 و325، فمش حلو. يعني معنى الكلام إن أنا عايز أحط إيه؟ عايز أحط اتنين. طب لو حطيت اتنين يبقى في عندي هنا واحد اتنين تلاتة سبيسنج، فعندك هنا 650، 650، 650، لو قسمت 650 دي على تلاتة سبيسنج يديك حوالي 216، فينفع. بس طبعا دي بنحطها يعني لما يجي بقى في عندي هنا طبعا ايه اللي هي دي اللي اسمها الحقليات، فانا بشوف بقى بنحط انا المجمعات غرف التفتيش على المجمع الثانوي عندي تقابل مع الحقل. يعني افرض مثلا الحقل مثلا طلعت المسافه بفرض، يعني السبيسنج دي المسافه دي مثلا بفرض طلعت 100 متر، 100 متر، يبقى انا حاطط عند واحد، سبت اللي بعده، اللي بعده نحط. طب المسافه كده 200، لان لو قلنا سبت كمان اثنين هتبقى المسافه 300، فمش هينفع، فيبقى هحط واحد واحد مثلا. طيب افرض مثلا المسافه بين دي ودي مثلا فرض 50 متر، ممكن احط عند واحد واسيب اثنين، احط عند واحد واسيب اثنين، وهكذا يعني. تمام كده؟ يبقى ده التخطيط بتاعنا. يبقى انا حطيت التخطيط ده معناه ان انت هتحط الحقليات، هتحط اللي هو المجمعات الثانويه، مجمعات رئيسيه، فين غرف التفتيش، فين اللي هي عمود الغسيل، وهكذا. طبعا الشكل ده لما يتخط في الاخر هيطلع شكل عامل كده. ده دوت زي ما احنا قلنا اهو. تخطيط عام للشبكة، دي اسمها حقليات، دي اللي هي غرف، دي اللي هي أعمدة غسيل، ده غرف التفتيش، ده مجمعات ثانوية ودي مجمعات رئيسية. الموضوع بسيط يعني. طبعا في الحالة دي هيبقى الطول بتاع الحقل قد إيه؟ 200 متر. طب الطول بتاع اللي هو الثانوي ده قد إيه؟ 650. ده طوله كام؟ 650. طول ده كام؟ 650. طب طول الرئيسي ده كام؟ 800. طيب بالنسبة للمجمع الثانوي ده، ركز بقى، المجمع الثانوي ده الزمان بتاعه كام؟ المجمع الثانوي بتاعه كام؟ ده يعتبر ده الزمان بتاعه. يعني ايه؟ يعني انا حبيت اصمم المجمع الثانوي ده، لو انا عرفت المقنن كام نيجي ضربه في الزمان كده اجيب التصرف بتاع ده، عوض معادله مانينج اطلع القطر. ده شبه ده،
بس ده نصه. كنا قلنا في الجدول قبل كده ان المسافه طبعا انت عندك هنا عالي واطي عالي واطي، فاصبح المسافه بين المجمع الثانوي واللي بعده ضعفة الحقل. طب لو فرض الارض هنا عاليه وكله يعني فرض 9 8 ونص فرض 8 7 ونص وهكذا، كنت هنضطر نحط هنا مجمع ثانوي، فكان في الحاله دي هيبقى المسافه بين المجمع الثانوي اللي بعده طول حقل بس، انما هنا ضعف طول حقل. تمام كده. يبقى طب بالنسبه لي ده يبقى عارف المجمع الثانوي اجيب زمامه ازاي. طب بالنسبه للحقل ده اجيب زمامه ازاي؟ الحقل ده يبقى ده الزمام بتاعه، ده الزمام بتاع الحقل. الزمام بتاع الحقل ده عباره عن طوله، ده بيجي من التخطيط، يبقى الطول بيجي من التخطيط. الطول بيجي من الزمام ده عشان اجيبه بيجي من التخطيط. يبقى طوله من التخطيط. المسافه بقى، المسافه بين الحقل واللي بعده ده بتيجي بقى من ايه؟ من المنحنيات اللي هو السبيسنج ده بيسموها ال. ليه بيسموها ال؟ ودي مثلا بفرض الجزئيه دي ممكن اسميها مثلا ال سمول مثلا. يبقى لو انا عرفت المسافه دي من التخطيط وضربتها في السبيسنج كده جبت الزمام بتاع الايه؟ بتاع الحقل ده. عارف المقارنه كده يجيب التصرف. عارف معادل المانج يجيب القطره. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي مكونات شبكه الصرف المغطى، عرفنا خمس حاجات اللي هم عباره عن حقليات ومجمعات ثانويه ورئيسيه وعمليه غسيل وغرف تفتيش. عرفنا ازاي نعرف نخطط شبكه الصرف المغطى. عرفنا اهم حاجه ان الحقليات بنحط عموديه على خطوط الكونتور. الحقليات دي مواسير مثقبه بترمي بعد كده في مجمعات ثانويه، والمجمعات الثانويه بترمي بعد كده في مجمعات رئيسيه. طيب هنشوف بعد كده ازاي نعرف نحسب المسافه بقى بين الحقليات وبعضها. فالمسافه بين الحقليات، ركزوا معايا كده، المسافه دي هنسميها بعد الطبقه غير المنفذه. ده بعد طبقه غير المنفذه اللي هي دي. المسافه اللي اسمها عمق بدايه الحقليات اللي احنا شفناها من شويه في الجدول حوالي 120 يعني. فلو بعد الطبقه الغير منفذه بفرض 10 متر والمسافه دي متر و20، اعرف حاجه اسمها الدي كابيتال. يبقى عبارة عن عمق بعد الطبقة الغير منفذة أطرح منه عمق بداية الحقليات اللي هو في الغالب الرقم ده في الغالب ده 120 120 متر و20 يعني. يبقى في الحالة دي أجيب الدي كابيتال. أقل عمق لازم للصرف دي إحنا عرفنا تعريفه في البداية. لو أنا طرحت عمق بداية الحقليات أطرح منها أقل عمق لازم للصرف أجيب الإتش. أنا كل ده أنا بدور على ال. يبقى من الرسمه اللي قدام مني دي طلعت انا في عندي رمزين، حاجه اسمها اتش وحاجه اسمها دي، عشان في الاخر هطلع السبيسنج من كل حقلي واللي بعده. لو انا عرفت السبيسنج اضرب في الطول اجيب الايه؟ الزمام. اضرب في المقارنه اجيب الايه؟ التصرف. اروح معادله مانج اطلع الايه؟ اطلع القطر. فالمعادله اللي احسب بها السبيسنج معادله البخ اوت اللي قدام منك اهي، ال سكوير اللي هو ضعف المسافه يعني بيساوي 8 الكي، كي ده لو معامل نفاذيه. كي ده لو معامل نفاذيه. في الاتش، اتش ده بيكون انا بعرف اجيبه. اقل عمق بدايه الحقليات كان متر و20 مثلا. اقل عمق من الصرف مثلا 70 سم او 75 سم، اعرف اجيب الاتش بكام. تمام. الدي ده عمق الطبقه طبعا اللي تحت دي اللي هو طبقه غير منفذه، ده عمق مكافئ ايكويفالنت. ده الايكويفالنت ديبس. بلس الاربعة كي في الاتش سكوير. على الار، الار دي اللي هو مقنن، بس انا شغال في الصرف المغطى بشتغل بيه الار دي بتبقى بتساوي اللي هو مقنن الصرف الايه؟ الباطن اللي هو مرتبط بيه اللي هو التذبذب بتاع الميه ومرتبط بالمسميه والساعه الايه؟ الحقليه الحجميه والفتره بين الريات والفتره بين الريات اللي طبعا معتمده على نظام الايه؟ نظام الري. فالار اس بي دي اللي هو عباره عن اتش دبليو اللي هو التذبذب مضرب في ال ناقص دي في سي على الفتره بين الريات. يبقى اصبح المقام هنا معلوم والكي معلومه، فاصبح ان احنا عندنا مشكله في ايه بقى؟ اصبح المعادله دي فيها ال انا بدور عليه وفيها الدي انا مش عارفه كام. يبقى بصفه عامه يطلع شكل المعادله ان ال سكوير بتساوي السي 1، سي 1 دي اللي هو ثابت اللي هو عباره عن 8 في الكي في الاتش على الوال ار. طب السي 2 ده ثابت برضه عباره عن الاربعه في
الأربعة الكي في الإتش سكوير على الآر، فده الشكل العام للمعادلة. يبقى ال ال سكوير سي 1 بتضرب في الدي اي بلس سي 2. المعادله اللي قدام منك فيها مجهولين، احلها ازاي؟ فده هيحلوه عن طريق المنحنيات. ركز في الموضوع ببساطه، يعني المحور افقي ده عباره عن الدي، دي اللي احنا عرفناه من شويه، دي ده اللي احنا عرفناه من شويه، الى ان هنا بعد الطول غير منفذه بكام؟ اطرح منها عمق بدايه الحقليات اللي جبت الدي. بعد الطول غير منفذه اللي هو دي، اطرح منه عمق بدايه الحقليات اجيب منه الدي تساوي كام؟ تمام، عرفت الدي. ده اللي هو الاس، ده اللي هو قصده بها ال، يعني هو السبيسنج اللي هو اللي مساب الحقليات وبعضها، ده ال ال، ده كده اللي هو ال ال، ده اللي هو ال ال، ال 100 75 50 45 وهكذا يعني. طب اشتغل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده بنشتغله في صوره سايكل. فبفرض مثلا هنعمل اتنين سايكل مثلا، ازاي بقى الكلام ده؟ ادي المعادله الاولانيه ال سكوير بتساوي سي 1 في المعادله دي فيها مجهولين، افرض واحد واعمل شيك عليه، فانا هنفرض ال ال، فانا بفرض يعني فرضت ال ب 50، وفرض فرضت ال ب 50 يبقى ده فرضته، وطالما فرضت اعمل شيك، وعندي دي معلوم ده معلوم، فنشوف هنا بفرض يعني الدي كان 7.5، يعني المسافه كده جيفن ودي جيفن، طلعت الدي طلع 7.5، اطلع راسي لغايه ما نخبط المنحنى الخاص بال اللي انا فرضها، يبقى اصبح ان دي معلوم اهو، وطلعت راسي خبطت في الكيرف بتاع ال بتاعنا، امشي افقي اطلع الايه؟ اطلع الدي اي اللي هي الايكويفالنت ديبس، طلعت الدي اي. طب الدي بقت معلومه، اعوض تاني في المعادله اطلع ال. طب هل ال اللي طلعت شبه ال اللي انا فرضها ولا لا؟ لو ال اللي طلعت شبه ال اللي انا فرضها خلاص بنقف على كده. طب طلعت مش شبهها بندخل سايكل تاني. المفروض بيدخل لغايه ما تطلع ال اللي انا داخل بيها شبه اللي طلعت. بس احنا ممكن نكتفي بدورتين، يعني ممكن تعمل اكسل او كده. بس احنا نكتفي بتو سايكل. فببساطه كده اقول تاني، يبقى انا هنفرض ال اي واحد بالكيرف هنا 30 50 كده، وعندنا دي من الكيرف طلعت الدي اي طلعت بكام؟ رحت راح معوض في المعادله طلعت ال سكوير، فطلعت ال اللي بتساوي كام؟ طبعا ال لما تطلع بتقربها، بس بتقرب ال ال دي بالاقل مش بالزياده. طبعا ال دي اللي هو السبيسنج من كل ماسوره الحقل واللي بعدها، يعني مثلا بفرض ال دي كانت طلعت 71 خلاص نبقى ال ب 70. ال ال دي مثلا بفرض كانت طلعت 32 خدها ب 30. بيصبح ان في عندي ال جديده بقى. ال جديده دي بقى هي ال اللي طلعت الجديده دي، هي دي اللي هندخل بيها السايكل الثانيه. يبقى اصبح ان عندي ال جديده وعندي دي جديده. ال جديده دي اللي هي خاصه هتبقى منحنى جديد يعني. ففرض يعني ال كنت داخل في الاول ب 50، طلعت ال مثلا بفرض يعني ب 71، خدت ال ب 70، يبقى ده هنا ال ب 70، يبقى اصبح الدي معلوم وعندي ال ب 70 بالنسبه للتناسب يعني. طلعت الدي اي، طلعت الدي اي خلاص اعوض في المعادله تاني اطلع ال بتساوي كام؟ تمام كده؟ المفروض ال دي اقارنها بال اللي انا داخل بيها في غالب تطلع قريبه يعني، والا المفروض ادخل لوب تانيه وثالثه ورابعه لغايه ما تظبط دي مع دي. بس احنا هنكتفي في الامتحان باتنين لوب بس. يبقى انا عرفت خلاص حسبت المسافه بين الحقليات. طب ازاي نعرف نحسب القطر بقى؟ بكل بساطه القطر عشان نحسبه عايز احسب التصرف. عشان احسب التصرف محتاج اعرف الزمام. عرفت الزمام والمقنن خلاص يبقى التصرف. موضوع بسيط يعني. الكلام ده ممكن اعمله بصوره جدول مثلا زي قدام مننا كده. كل حقلي اشوف طوله كام؟ طبعا الطول ده بيجي منين؟ الطول ده بيجي من التخطيط. الطول ده بيجي من التخطيط. مسافة التوزيع اللي هي ال كابتا دي بنجيبها من المنحنى بتاع اوت. الزمام بقى لو انت ضربت الطول، لو انت ضربت الاثنين دول في بعض يطلع لك الزمام. عندنا المقنن بتاعنا، اضرب المقنن في الزمام اطلع التصرف. طلعت التصرف احط الميل. الميل ده من الجدول، فلو دي حقليات الرقم ده بتروح من 10 الى 20 سم كل 100 متر. هنفرض معاهم المانينج ومعاهم الخشونه مثلا بفرض 2% مثلا 18 من 1000، اطلع القطر. هنطلع القطر في معادله مانينج، طبعا بنصممها ان هي نصف ممتلئ بيست هيدروليك سيكشن يعني،
فيطلع لي دي بتساوي 6.416 ينضرب في الكيو التصرف اهو ده التصرف ينضرب في الان ده كده ينضرب في الان هو 2 من 100 ولا حاجه يتقسم على اس. اس دي لو انا اخدت الاس ده اللي هو الميل بتاعنا لو انا اخدته مثلا بفرض 10 سم كل 100 متر يبقى انا عارف معدل هنا 10 في 10 والسالب 4 تمام كده. واحد تاني اخد الرقم ده الميل ده 20 يبقى نضرب يبقى 20 في 10 سالب 4 لانه 20 سم كل 100 متر زي ما قلت من شويه يعني. كل ده بين قوسين اس 3 على 8 يبقى هنطلع القطر بتساوي كام. القطر طلع ده بيطلع بالمتر ممكن نضرب في 100 نطلعه بالسنتي اطلع القطر الفعلي شوف المتاح كام. في الغالب الرقم ده بيبقى 7 سم ونص. طيب لو فرض التخطيط ده شبه اللي احنا شفناه من شويه يعني. المجمع الثانوي ده اللي هو رقم واحد ده المجمع ده الطول بتاعه كام؟ كان الطول ده كان كله 1300 متر فده كان النص فده يبقى 650 يبقى الطول ده كده كان 650 متر. مسافه التوزيع هو كده اخد ايه؟ يعني هو كده ان المجمع ده كده بيجمع من اول هنا لغايه هنا صح كده؟ طيب والطول وكانت المسافه دي كده 1000 وكان دول خمسه سبيسنج فكان الطول كام؟ بين كل خط كنترول اللي بعده 200 يبقى الرقم ده كده هيبقى 400 يبقى ده كده هيبقى يساوي 400. لو انا ضربت 650 في 400 يدينا الزمان. المقارنه طبعا ده رقم ثابت اجيب التصرف الميل زي ما قلنا بقى الميل ده من 5 ل 10 سم كل 100 متر يبقى انا فرضت الميل المعامل الماني ده بتاع المواسير اعرف المعادله هنا طلع القطر اعرف المعادله تاني برضه طلع القطر بس طبعا بتصرف جديد وميل جديد تصرف جديد وميل جديد تمام كده. طلعت انا الـ القطر كام بيطلع بالمتر اضرب في 100 طلعه بالسنتي نقربه ونشوف المتاح كام موجود يعني ده بالنسبه لده. طب بالنسبه للمجمع اللي هو الثانوي ده هو شبه اللي فات بس الزمان بتاعه هيبقى النص هيقل يعني الزمان بتاعه هيبقى طوله 650 في المسافه دي اللي هي هتبقى ايه 200 متر بس كده فهيبقى الاختلاف بس كده هتبقى دي بس 200 متر لما دي نفس الكام 650 وهكذا يعني. المجمع الرئيسي ده ممكن يتصمم كله حته واحده او على اجزاء بمعنى المجمع الرئيسي اهو المجمع ده لو دي مثلا بفرض ده كيو ده كيو واحد بفرض يعني ودي كيو واحد نفس الكلام يبقى اصبح اللي هنا هيبقى التصرف اللي هيدخل في المجمع ده كده 2 كيو واحد تمام كده يبقى ده اللي هو التصرف اللي هو هنا ده لو ضربته في 2 كده جبت التصرف اللي هنا ده كده لو ضربته في 2 كده جبت ايه ده هيتضرب في 2 لو انضرب في 2 كده جبت التصرف اللي هنا الجزء اللي هو بتاع رقم 2 ده التصرف ده هينضرب في 4 لو انا عايز اجيب التصرف ده كده يبقى ده هينضرب في 4 يبقى ده لو هينضرب في كده يبقى ده هيساوي 4 كيو 4 كيو 1 طبعا عرفت التصرف خلاص هنعوض في المعادله بميل جديد من 3 ل 5 خلاص يبقى انا هنطلع هنا ليه؟ هنطلع القطر وشوف القطر المتاح قد ايه. يبقى انا اتكلمت دلوقتي على بالنسبه للتخطيط اتكلمنا عنه اتكلمت على التصميم ازاي نعرف نحسب المسافه بين الحقليات عرفناها ازاي نعرف نحسب القطر برضو عرفناه يفضل لي اخر حاجه بس عايز اتكلم عنها ازاي نعرف نتحقق من توفر عمق صرف كافي عند نهايه المجمع الرئيسي بمعنى ايه؟ انت عندك هنا ده حقلي اهو ده حقلي كده بيرمي على مجمع ثانوي بيرمي على مجمع رئيسي في الاخر بيرمي على اصلا مكشوف لو بفرض مدينا منسوب الميه هنا كام وطبعا مدينا الميل فبالميل والطول طبعا الطول هيبقى نص الرقم ده هعرف اجيب المنسوب هنا كام هعرف اجيب المنسوب هنا كام وبعدين عايز اعرف هل ان في ان المصرف المجمع الرئيسي هيرمي في المصرف المكشوف ده المفروض يكون الراسم السفلي بتاعه اعلى من الميه بمسافه اكبر من 230 سم والا هنضطر نعمل بامب او كده يعني. طب الكلام ده هنعمله ازاي؟ الكلام ده هنحسب لاطول مسار. اطول مسار يعني ابعد نقطه هنا. اطول مسار ده ايه؟ ده اللي هو المجمع ده اللي هو الحقلي هيرمي بعد كده في المجمع الثانوي
حاليا بعد كده في المجمع الرئيسي. واحدة واحدة كده. منسوب ميه هنا كام؟ منسوب الأرض هنا كام؟ 9. لو بفرض مدينا إن عمق الحقل 120، يبقى أصبح إن 120 يبقى أصبح إن السنتر لاين بتاعت ماسورة الحقل في البداية هنا هيبقى 9 ناقص 120 يبقى 7 متر 80. 7 متر 80 ده ما اللي هو السنتر لاين الماسورة في البداية. طب الطول ده كام؟ 200 متر. لو بفرض الميل ده بفرض 20 سم كل 100 متر من الحقل ده 20 سم كل 100، طب دي 200، معناه ان هو الفرق في الليفل عند السنتر لاين هيبقى 40 سم. فيبقى دي لو 7 80 في البدايه اطرح 40 هدي المسافه دي كده الليفل بتاع السنتر لاين هيبقى 7 متر 40. طيب ازاي بقى نعرف نجيب الليفل بتاع السنتر لاين ده؟ هطرح منه نص قطر الحقلي زائد مسافة 10 سنتي كده جبت الرسم العلوي، اطرح منه نص قطر بتاع مجمع ثانوي كده جبت السنتر لاين. اشوف ميله ده طوله كام؟ 650 متر، نص الرقم يعني. اشوف ميله كام؟ بفرض كان ميله مثلا بفرض يعني 10 سنتي 5 سنتي، اضرب المسافة في الميل كده جبت الايه؟ المنسوب بتاعه، وهكذا يعني. تعال نشوف الكلام ده. هنا المنسوب بتاعه 9، اطرح متر و20 جبت المسافة 87. الميل ده كان 20 سم كل 100 متر، الطول بتاعه كان 200، يبقى معنى الكلام بقى الطول بتاعه 200 وده بيهبط 20 سم كل 100 متر، يبقى الفرق في الليفل بين الحته دي والحته دي 40 سم، يبقى لو دي 87 يبقى دي 47. تمام كده؟ يبقى دي كده 47. الحته يبقى 47 كده جبت الليفل ده. انا عايز بقى المسافه دي كام؟ المسافه دي، المسافه دي كده 10 سم. المسافه دي كده 10 سم. طب المسافه دي كده 10 سم، يبقى انا جبت الليفل ده بتاع نص الماسوره، اطرح منه نص القطر، ما القطر اصلا كده 7 سم ونص، اطرح منه نص الرقم ده، اطرح منه نص الرقم ده، واطرح منه 10 سم، كده جبت الرسم العلوي. اطرح منه كمان نص قطر الماسوره بتاعت المجمع الثانوي اللي 10 سم، كده جبت الليفل هيطلع 7 16. طيب بنفس الفكره، الطول ده كام؟ 650، ده كده 650. الميل 5 سم كل 100 متر. يبقى طب دول 650، خلاص يبقى نضرب بقى او نشوف عن طريق الميل والمسافه اشوف الفرق قد ايه في الليفل، اجيب المنسوب ده هنا كام. طب جبت المنسوب ده، عايز اجيب ده، اطرح منه نص قطر الماسوره بتاعت المجمع ونص قطر الماسوره بتاعت المجمع الرئيسي والمسافه اللي هي ده كده ال 10 سم، المسافه دي كده اللي هي 10 سم، المسافه دي كده 10 سم، اجيب الليفل بتاع نص الايه؟ نص الماسوره بتاعت المجمع الرئيسي. كان طوله 800 متر وكان طوله كله 1000، بس انا مش بادئ من البدايه، كان 800 متر، عن طريق الميل والمسافه اجيب الليفل هنا كام. لو طرحت بقى الليفل ده يعني دي 7.2 7.2 والمسافه دي كده 40، يبقى تقريبا دي كده الليفل ده تقريبا 6. انا عايز يبقى منسوب الميه عشان يرمي المسافه دي كده، المسافه بين الميه وبين دي كده تبقى اكبر من او يساوي 30 سم. والا هنضطر نعمل بامب او نغير التخطيط، نغير الميول كده يعني. طب عايز اعرف الليفل بتاع ده كده بتاع اللي هو المصرف المكشوف ده كام؟ فكان لو بفرض يعني كان مدينا جيفن ان المصرف ده في بدايته كان 6.5، وكان هو النقطه اللي كان مديها لنا كانت عند نص التخطيط، وكان الميل 15 سم في الكيلو، يبقى 15 سم في الكيلو هما دول تقريبا يعني 650 متر، يعني تقريبا هيهبط حوالي 10 سم، يبقى اصبح المنسوب ميه هنا 46 والمنسوب ده 6، 46 معناه انه اعلى، يبقى مش هينفع، يبقى نغير التخطيط، نستخدم بام مع كده، يبقى الجزء يبقى احنا كده غطينا او اتكلمنا على كلام احنا قلناه في البدايه اللي هو يعني ايه مكون صرف حقلي ويعني ايه تخطيط شبكه الصرف، واتكلمنا عن مكوناتها وازاي نخططها وازاي نعرف ايه نصممها. اتمنى تكونوا فهمتم، ويا ربنا يوفق الجميع.